ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم فيه على اختبارات نادي الزمالك، هنوضح حاجات بخصوص الاختبارات، وكمان هنوضح نقطه مهمه جدا انتشرت على السوشيال ميديا الفتره الاخيره، وهي ان نادي الزمالك عامل قطاع استثماري والقيد في نادي الزمالك ب20,000 ومبالغ بتتسمع. الكلام ده كله منتشر على السوشيال ميديا، فالفيديو بتاعنا النهارده هقول لك التفاصيل كلها، وكمان هقول لك على الاختبارات بالنسبه للناس اللي كانت بتسال على اختبارات نادي الزمالك. فالفيديو ده مهم جدا للناس اللي يهمها اختبارات نادي الزمالك او عايزة تلعب في نادي الزمالك، الفيديو ده مهم جدا ليك. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو بقى، لو انت لسه ما دخلتش الجروب بتاعنا هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف، تقدر تدخله دلوقتي. ندخل بقى في تفاصيل الموضوع عشان ما نطولش على الناس اكتر من كده. واول حاجه بخصوص اختبارات نادي الزمالك، الاختبارات بدات في شهر 6 واتعملت في جميع المحافظات واتعملت في النادي نفسه واستمرت لمده شهرين، ودلوقتي كان يوم الثلاث اللي هو امبارح كان التصفيه النهائيه بالنسبة لاختبارات نادي الزمالك. فاختبارات نادي الزمالك الموسم ده خلاص كده انتهت، الا اذا النادي اعلن ان الاختبارات هتتعمل تاني او هتتعمل في محافظات بقى او في النادي نفسه، بس ده صعب جدا لان خلاص المفروض ان الفرق هتبدأ اعداد للموسم الجديد، فده صعب جدا. بس احتمال ان النادي يعلن عن وجود اختبارات، دي الحالة الوحيدة اللي هيكون فعلا في اختبارات في نادي الزمالك، وطبعا ده هيتم الاعلان عنه على الصفحة الرسمية لناشئين نادي الزمالك على الفيسبوك. تاني حاجة بقى وهي عايزين نوضحها بخصوص اختبارات نادي الزمالك، الاختبارات يا جماعة دلوقتي يعني توضيح بسيط جدا بالنسبة للاختبارات، مش بس نادي الزمالك، لا جميع الاندية الاختبارات، اللعيبة بتنزل بتلعب تقسيمة مع بعض. انا كمدرب بشوف الناس اللي قدامي ديت، بختار افضل عناصر في الناس ديت، وببدأ اصفي الناس ديت. طب بصفيهم بناء على ايه؟ باخد انا اللعيبة دي كلها بتنزل مع بعض، طبعا بيبقى في لعيبه مميزه فبتتشاف الاول فبيتم اختيارها، وبعد كده اللعيبه المميزه ديت بتنزل مع بعض، وبعدين ببدا ان انا اختار اللعيبه اللي هي مميزه. فاللعيبه اللي انا بختارها دي بتكون افضل مجموعه من اللعيبه مقارنه بالناس اللي هي لعبت معاهم في الاختبارات، فببدا ان انا اخد المجموعه ديت وابدا انزلها مع الفرقه الاساسيه بتاع النادي علشان اقارن بين مستواهم وبين مستوى اللعيبه اللي عندي، لان انا محتاج لعيبه اعلى من اللعيبه اللي عندي او على الاقل نفس المستوى، فببدا ان انا اقارن بينهم. فلما بلاقي ان اللعيبه اللي جايه من الاختبارات دي مستواها نفس المستوى اللي عندي او مستوى اعلى، ببدا ان انا اخدهم معايا في الفرقه. فده توضيح مهم بالنسبه للاختبارات علشان الناس اللي بتقول ان احنا وصلنا لحد التصفيه النهائيه وبعد كده ما خدوناش عشان الواسطه او الكلام ده كله، فده توضيح مهم ليهم. ندخل بقى في تاني حاجه وهي حاجه مهمه جدا بخصوص ان نادي الزمالك عامل قسم استثماري، وفي الفيديو ده هوضح لك المعلومات اللي تخص النقطه دي. قبل ما ندخل بقى في الجزئيه ديت، لو انت عاوز تسال على حاجه بخصوص الاختبارات سواء بقى نادي الزمالك او اي اختبارات عموما، تقدر تكتبها لي في الكومنتات على الفيديو ده وهرد عليك بكل المعلومات اللي انت عاوز تعرفها، هرد عليك في الكومنتات على الفيديو ده. نيجي بقى لتاني نقطه وهي مهمه جدا بخصوص القطاع الاستثماري اللي نادي الزمالك عامله، الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه، كل الكلام اللي بينزل على السوشيال ميديا ده كله كلام يعني خطأ، ما فيهوش اي معلومة صحيحة من الكلام ده اللي اتقال. بالنسبة بقى للناس دي بتعمل ايه لانهم بيتصوروا والكلام ده، كل الموضوع يا جماعة ان الناس دي بتيجي بتودي اللعيبة في حاجة اسمها الفريق التجهيزي في نادي الزمالك، وده اي لعيب يقدر ان هو ينضم ليه لانه باشتراك شهري ب500 جنيه، فاللاعب يقدر ان هو لو عضو في النادي بيدفع 300 جنيه، لو مش عضو في النادي بيدفع 500 جنيه وبيروح يشترك وينزل يتمرن في نادي الزمالك مع الفريق التجهيزي. لو اللعيب مستواه لعيب كويس ده بيصعد للفريق الاساسي علشان يبصوا عليه، وزي ما قلنا في نفس موضوع الاختبارات لو مستواه اعلى من مستوى اللعيبه اللي موجوده في النادي بيمضي وبينضم للفرقه من غير ما يدفع اي فلوس ولا الكلام ده. فالناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي بتاخد اللعيبه اللي عندها سواء بقى في الاكاديميات او جايلين لهم من على الفيسبوك او الكلام ده، وبيروحوا يشتركوا لهم في الفريق التجهيزي ده وبياخدوا عمولات منهم على الكلام ده، وبيفهموهم ان هم لعبوا في نادي الزمالك او مضوا في نادي الزمالك وده فريق تجهيزي اي حد ممكن يشترك فيه. وطبعا الناس بتقول ده ازاي ده متصور مع الكابتن كذا والكابتن كذا وبيبعتوا لي الصور، فهي يا جماعه حته الصور ديت يعني حاجه سهله جدا، دلوقتي الشخص اللي بيدخل النادي مع اللعيبة علشان يشترك في الفريق التجهيزي ده لو جه قابل كابتن فلان وقال له انا عايز اتصور معاك، يعني مستحيل الكابتن يقول له لا مش هتتصور والكلام ده. فما يعني الصورة ده مش اثبات ان ده شخص صادق او شخص شغال في نادي الزمالك او الكلام ده،
فدي تفاصيل مهمة جدا، لأن لقيت الموضوع انتشر على السوشيال ميديا تحديدا في فرقة 2004 لأنها رجعت السنة دي، ففي كلام كتير جدا إن هي بقت استثماري والقيد ب20,000 والكلام ده. الكلام ده كله يا جماعة غير صحيح، كلام كله كذب، كلام كله خطأ. زي ما قلنا الاشتراك في الفريق التجهيزي في نادي الزمالك تقدر تروح يوم السبت او الاثنين او الخميس وتقدر ان انت تشترك في الفريق التجهيزي زي ما قلنا، ولو مستواك كويس هتنضم للفرقة الاساسية في نادي الزمالك من غير ما تدفع اي حاجة، وهي دي الوسيلة اللي هي بجانب الاختبارات، هما دول الوسيلتين اللي تقدر من خلالهم ان انت تنضم لنادي الزمالك. لكن بقى ادفع فلوس وعقيدك والكلام ده كله، الكلام ده كله غير صحيح وكلام ملوش اي اساس من الصحة. وده توضيح اخير، لان انا مش هتكلم في النقطه دي تاني لان انا وضحت كتير، بس لقيت الناس اليومين دول بيبعتوا لي اسئله كتير وبيبعتوا لي سكرينات لناس منزله وحاجات شبه كده، فدي اخر مره انا هوضح فيها النقطه دي. وبكده نبقى وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. لو انت حابب تسال على حاجه او تستفسر على اي حاجه سيبها لي في الكومنتات على الفيديو ده وهيتم الرد عليك.